بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة نتحدث عن قصة طموح جارية للصف الثالث الإعدادي، وسنتعلم في هذه القصة أو سنتعرف على شخصية شجرة الدر وسيرتها وأهم جوانب العظمة فيها لكي يقتدي بها كل إنسان في حياته، ونتعرف على قيمة الطموح وأثره في الحياة، وتقدير أهمية الجدية والإتقان في العمل، وأهمية المشورة باعتبارها من أهم عوامل النجاح. وهناك عوامل أخرى سنتداولها خلال دراسة هذه القصة. إن شاء الله النهاردة عندنا الفصل الأول من القصة بعنوان دعاء. يبقى الفصل الأول إن شاء الله بعنوان إيه؟ دعاء. أول جزئية عندنا في الفصل بتقول التوسل إلى الله. صعد المؤذن قبيل الفجر يدعو الله أن يفرج الكرب ويدفع البلاء ويرد عن أمة العرب بلاء الفرنج وشرور التتار. يبقى ده من دور المساجد، أنه كان تدعو للأمة وإلى صالح الأمة. فعندما صعد المؤذن لأذان صلاة الفجر، وأثناء صلاة الفجر طبعا أخذ يدعو لأمة العرب أن يرفع الله عنها البلاء، وهو بلاء الفرنج وشرور التتار. جلس المصلون يؤمنون على دعاء، ويسألون ربهم أن يلهم العرب الصبر ويعودوا إلى وحدتهم، ليتمكنوا من تطهير أرضهم من الفرنج، وذلك بسبب تطاحن الأمراء على السلطة. يبقى الإمام كان يدعو ويأمن وراءه المصلون، ويسألون ربهم أن يلهم العرب الصبر، وأن يتحدوا ويصبحوا وحدة واحدة قوية، حتى لا يتمكن الفرنج من سلب أرضهم أو استعباد. وبسبب تطاحن الأمراء على السلطان، طبعا كانت أمة العرب أمة ضعيفة. بعد كده عندنا جزئية بعنوان شجرة الدر تدعو الله. يبقى رفعت شجرة الدر كفيها تدعو الله أن يجيب دعاء المؤمنين وأن ينتقم الله من الطغاة الظالمين، ثم أخذت تناجي ربها وتقول: حكمت علي يا رب أن أكون جارية بعدما مزق تطور شمل قومي، وأدركتني رحمتك حين أحبني رجل كريم وهو الأمير الصالح نجم الدين أيوب، ورزقت منه مولود اسمه خليل فأصبحت من الحرائر. فيا رب احفظ ابني وسلمه لي، وساعد زوجي أن يعود إلى مصر سلطانا عليها. وبعد ذلك صلت الفجر وبدأت تتخيل وتحدث نفسها. طبعا تاني جزئية دي أن في فتاة وقفت في شرفة القصر القريب من المسجد، وفي مقتبل عمرها، وهي كانت شجرة الدر. وعندما سمعت المصلون سمعت المصلين عفوا في المسجد يدعون لأمة العرب، أخذت تؤمن كذلك هي على الدعاء، وأخذت تدعو ربها ورفعت كفيها إلى السماء تدعو ربها. وكانت تقول أيضا أن يا رب ربنا حكم عليها أن تكون جارية بعد أن كانت سيدة حرة في قومها، بعد أن مزق التتار شمل قومها أصبحت جارية. واشتراها الأمير نجم الدين أيوب، وعندما أحبها وأنجب منها ابنها خليل فأصبحت من الحرار. أخذت تحدث شجرة الدر نفسها، ففيما كانت تحدث نفسها حدثت نفسها عن مصر، وقالت إن مصر دولة جميلة لا ينساها أحد، وكذلك نهر النيل العظيم تشتاق إليه، وشعب مصر شعب لطيف ودود حليم كريم، ومن يملك مصر يستطيع أن يفعل الكثير. فمصر قوة هائلة يخشى العدو منها، وبجيشها وجيش الشام نستطيع أن نصد خطر الفرنج وأن نهزم التتار. يبقى هنا تذكرت مصر وجمال مصر، وتذكرت شعب مصر وطيب شعب مصر وصفاته الجميلة بأنه شعب لطيف ودود حليم كريم. وطبعا كانت تتمنى أن يصبح زوجها اللي هو الأمير نجم الدين،
حاكم أو سلطان لمصر والشام، لأنه بجيش مصر وجيش الشام يستطيع أن يصد خطر الفرنج ويهزم التتار. ولكن سنتناول العقبات التي كانت تقف أمام هذه الأمنية التي كانت تتمناها، وأن هي أن يصبح زوجها أمير عليه على حكم مصر. ما هي العقبات التي تحول دون الوصول إلى حكم مصر؟ إيه العقبات اللي كانت بين حكم مصر بالنسبة للأمير نجم الدين أيوب؟ أول حاجة سوداء بنت الفقيه. طيب ماذا كانت تفعل سوداء بنت الفقيه؟ يبقى حرضت زوجها الملك الكامل، وهو إيه؟ والد الأمير نجم الدين. يبقى حرضت زوجها الملك الكامل على خلع ابنه نجم الدين وتعيين ابنها سيف الدين وليا للعهد، مع أنه أصغر منه إيه؟ سنا وأقل كفاءة. تاني عقبة عندنا جعلته، عفوا، تاني حاجة عملتها سوداء بنت الفقيه، جعلته إيه؟ يقصيه عن مصر، فعينه وليا على الثغور في مواجهة الأعداء في الشام. يبقى دي كانت أول عقبة، هي سوداء بنت الفقيه. تاني عقبة عندنا التتار، تالت عقبة الروم الذين لا تهدأ جيوشهم، تالت عقبة أمراء بني أيوب المتنازعون. وقلنا طبعا بسبب هذا الخلاف بين الأمراء أصبحت دولة العرب أو أمة العرب أمة ضعيفة. بعد كده جزئية بتقول شجرة الدر تساعد زوجها نجم الدين. كيف ساعدت شجرة الدر زوجها نجم الدين؟ وبينما هي في أفكارها سمعت صوتا يناديها لتذهب إلى زوجها، فأسرعت إليه وأخبرته بأملها في حكم مصر وفي العقبات التي ستواجهها. فقال لها هناك عقبة مهمة، وهي الحاجة إلى جيش نواجه به الأعداء. فقالت له أنا سيد قومي من الخوارزمية، إنهم محاربون أقوياء، وسأعمل على تقوية علاقتك بهم ليساعدوك في وقت الحاجة. فشكرها نجم الدين. يبقى هي ذكرت له ما كانت تفكر به، وذكرت له العقبات التي فكرت بها ليصل إلى حكم مصر. فقال لها الأمير نجم الدين أنها نسيت عقبة مهمة، وهي أن يكون معهما جيش قوي. فردت عليه، وهنا ده كان دور شجرة الدر في مساعدة زوجها. قالت له أنا سيت قومي من الخوارزمية، إنهم محاربون أقوياء، وسأعمل على تقوية علاقتك بهم ليساعدوك في وقت الحاجة. فشكرها نجم الدين على مساعدتها. لا فلا، هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية اللقاء، ولقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.